السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي تلخيص اجتماعيات للصف الثالث متوسط. لخصنا الفصل الأول وإن شاء الله هسه بدينا بالفصل الثاني صفحة 45. الخصائص البشرية لجغرافية العراق. السكان، أقول له تعد هنا أول تعليل، هذا علل. تعد دراسة السكان من أهم الموضوعات التي يهتم علم الجغرافيا بدراستها. الجواب، نظرا لأهميتها في التعرف إلى الطريقة التي يتوزع فيها السكان، فضلا عن دراسة تغيرات السكانية من حيث نموهم وتركيبهم وتوزيعهم وكثافتهم. الحد هذا تعليل والجواب. نجي على يقول لك ما هي أهم الخصائص السكانية لوطننا العراق. خلينا نعددهن. أولا نمو السكان، اثنين توزيع السكان، هذني الخصائص السكانية لوطننا العراق. ناخذ نمو السكان، تعريفه، يقصد نمو السكان في حجم السكان هو التغير، هذا منه هو التغير. تعريف نمو السكان هو التغير في حجم السكان سواء بالزيادة أو نقصان خلال مدة زمنية محددة، هذا تعريف نمو السكان. سؤال، هذا سؤال، على ماذا يعتمد نمو السكان؟ أقول له على ثلاثة عوامل، الولادات والوفيات والهجرة. هنا عندنا تعليل، ارتفاع عدد، هنا علل، ارتفاع عدد سكان في العراق للمدة من 1957 إلى 2019 إذا بلغ في العالم. يعني شو نقول؟ حسب التقديرات يقول ارتفاع عدد، بعشفوا ارتفاع عدد السكان في العراق، ارتفاع عدد السكان في العراق إلى من 1957 إلى 2019، هذا ليش؟ شنو أقول له؟ يعود السبب، هذا شوفوا هذا الجواب، يعود السبب، هذا كله تعليل، يعود سبب ارتفاع عدد سكان وطن العراق، هذا كله لحد وطن العراق. زين، نجي على توزيع السكان، ما هي العوامل التي تؤثر في توزيع السكان؟ ما هي العوامل التي تؤثر في توزيع السكان؟ عندنا يتأثر، أقول له توزيع أولا عوامل طبيعية، ها عيني العوامل الطبيعية والعوامل، خلنا عددها، الطبيعية والاقتصادية والعوامل الإدارية والدينية والعوامل التاريخية. أوكي، هسه نجي على العوامل الطبيعية. ما هي العوامل الطبيعية المؤثرة في توزيع السكان؟ أقول له العوامل الطبيعية المتأثرة في توزيع السكان هي التضاريس والمناخ والموارد المائية. هنا علل، للتضاريس تأثير كبير في توزيع السكان. أقول له الجواب، لأن السكان كانوا يفضلون المناطق السهلية لما تتمتع به من سهولة التنقل والتربة الخصبة وأمكانية القيام بالعمليات الزراعية والنشاطات الاقتصادية الأخرى. زين، هنا عندنا، ماكو هنا بعد، نعم لحظة، هنا عندنا بين تأثير المناخ، بين تأثير المناخ، بين تأثير تضاريس على سكان وطننا العراق. بين سؤال، بين أهم تأثير التضاريس على سكان وطننا العراق. أولا، تعد منطقة السهل الرسوبي، هاي النقطة الأولى، تعد منطقة السهل الرسوبي الفيضي المتمثلة هياته في وسط جنوب العراق من أكثر المناطق التضاريسية سكانا، تضم بنحو ثلثي عدد السكان. نعم، أما في المنطقة الشمالية، اثنين، نقول اثنين، يتوزع، هاي اثنين، هاي اثنين، في المنطقة الشمالية يتوزع السكان على سهولة المنطقة المتموجة وسهولة المنطقة الجبلية. ثلاثة، يقتصر توزيعهم حول مناطق الواحات ومراكز الوحدات الإدارية. ما هو تأثير، علل أو سؤال، تأثير المناخ والموارد المائية، ما هو تأثير المناخ والموارد المائية في توزيع السكان؟ الجواب، نظرا لسيادة المناخ الصحراوي وظروف الجفاف التي تتمثل بارتفاع درجات الحرارة وقلة الأمطار. نجد يعني الحد هنا، هذا
شو يسموها الجواب. نجي على العوامل الاقتصادية تتمثل أهمية. يقول لك ما هي أهمية العوامل الاقتصادية في توزيع السكان؟ ما هي أهمية العوامل الاقتصادية في توزيع السكان؟ نقول النقطة الأولى، أولاً هاي أهميتها، أولاً تحدد نوع، أولاً نقول هنا تحدد نوع استعمالات الأرض، تحدد نوع استعمالات، نقول هذه ما هي أهمية العوامل الاقتصادية في توزيع السكان. أولا تحدد نوع استعمالية الأرض، سواء تحدد استعمال سواء كانت للأغراض التجارية والصناعية أو الزراعية. اثنين تحدد نمط توزيع السكان وكثافتهم. ثلاثة بعد شنية أهميتهم في تحديد لحظة نمط السكان، وهاي قلناها نعم هي هاي النقطة نقطتين، نعم بس نقطتين. زين هنا وضح تأثير العوامل الاقتصادية على توزيع السكان في وطننا العراق، وضح تأثير العوامل الاقتصادية على توزيع السكان في وطننا العراق. أولا نجي على أولا لحظة أولا سيادة الطابع الزراعي، مثلا يجعل للزراعة دورا كبيرا في جذب السكان، هعيني هاي أول وحدة. اثنين ترتفع الكثافة السكانية وتتجمع المدن الكبرى كمدينة بغداد والموصل. ثلاثة للثروات الاقتصادية كالنفط والثروات المعدنية دورها في تحويل المناطق المنتجة. أربعة تعد المناطق أربعة تعد المنافذ التجارية وطرق النقل سواء كانت برية أم مائية أو جوية أحد العوامل المؤثرة في توزيع السكان والأقاليم الصناعية. الحد هذه زين. نجي على لحظة أكو هنا تعليل، هنا علل ويا النقاط علل. تعد المنافذ التجارية وطرق النقل سواء كانت برية، الآن قلت تعد المنافذ التجارية وطرق النقل أحد العوامل المؤثرة في توزيع السكان والأقاليم الصناعية. أقول له الجواب وذلك نجد توزيع السكان، نقول وذلك نجد هذه منه وذلك نجد توزيع السكان تكون عادة ممتدا مع امتداد تلك الطرق. نجي على العوامل الإدارية والدينية. العوامل الإدارية والدينية أولا هذا علل، تشجع مراكز المدن الإدارية على جذب السكان. الجواب نظرا لتوافر الحد هذه زين. عندنا علل وجود المراقد الدينية المقدسة لا سيما النجف وكربلاء والسامراء والكاظمية ساعد على جذب أعداد كبيرة. الجواب لغرض زيارة تلك المراقد واستقرارها في الأمر أدى إلى الحد هذه. نجي على العوامل التاريخية، هنا علل يتناسب عدد السكان مع قدم الاستيطان البشري تناسبا طرديا. أقول له لأن كل الاستيطان الحد نقول نهر دجلة، هنا كيف يتم توزيع السكان؟ أكو هنا تعليل أو سؤال، أقول له كيف يتم توزيع السكان في وطننا العراق، يعني منا الحد عددين لهنا. وإن شاء الله على المحاضرة دي تجي ناخذ صفحة 48.